جاي ليه يا حكم؟ جاي عشان تفتن على اخوك زي ما جيت قبل كده عشان دم اخوك؟ باين عليك هتخربط في الكلام. مالك ومال اخوي؟ شفته قليل، حسيته راجل، لازم اللي زيك وزينا يحاربه. عمر الرجاله ما اتخلقت عشان راحه، الرجاله اتخلقت عشان تشقى وتتعب. قوم قبل ما تفلت مني واوريك بعينيك لون دمك. لا تعرف ولا تقدر. ايه ايه؟ اهلا اهلا اهلا. ليه في مكتبي؟ يا لو اتاخرت كنت طخيت فارس وخلصت. ما كانش هيموت. ليه؟ جن ولا ايه؟ ملوش جتة زينا؟ علشان انت ما بتعرفش تقتل، ما عندكش سره، انت شرك خلبطيطة، شر على خوف على جبن. مشكلتك انك مش عارف تبقى بوهيبة. انا جاي اتبهدل، ما جايش في شغل. شغل ايه يا حكم؟ مش عارف تخلص من اخوك ولا تساعد حد علشان يخلص منه. انا المرة دي ما جايش عشان ابو هيبة، انا جاي عشان نفسي، عاوز اشتغل لحالي انا وعيالي. زهقت من الشركة مع اخوي، شركة على الفاضي، لا باسم حاجة ولا اقدر اعمل من غيره حاجة. انا وعيالي عزوة، محتاجة زجة عشان تعوم. وهتعرف تعوم واخوك لسه عايش. انا جاي احط يدي في يدك ونشتغلوا سوا في السلاح والافيون، في العفاريت الزرق، في اي حاجه انا جاي فيها من غير تراجع. مفيش شغل يا حكم، مفيش شغل غير لما نقفل صفحه ابو هيبه. انا جيت في وقت غير مناسب. حكم اقعد يا حكم، مصلحة واحدة، أنا عايز أمسحه وأنت عايز تخلص وترتاح عشان تقعد وتبقى الكبير. الكبير يا حكم، الكبير يا حكم، مش الصغير. أنت عاوزني في إيه؟ رأيك في فارس بيه يا حكم؟ هو شريكك ولا ايه اللي حصل؟ فارس بيه ده اللي هيمسك كل حاجة واللي هيدور كل حاجة. بس خد بالك، لو كره ما بيعرفش يحب تاني. أنا همشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. هو الكلام اللي أنت قلته للحكم ده إيه؟ مشكلتي إنه محبوب. مين ده؟ أنا بشتري الناس بالخوف والفلوس، وهو شاريهم بالحب. ده الفرق اللي بيني وبينه. أغلط الناس تفرط من إيدي، هو يغلط زي ما يغلط يتسامح. عشان كده لازم أزرع دنيتي حواليه، بس ما يزرع شري، حقد، خل، غيرة، فعل بكل اللي حواليه.
وبالذات القريبين منه. كده انا استريح وهو مش هيشوف راحة ابدا. فارس. ايوه. اندهلي ليلي. نعم. ليلي. سمعتني يا حيوان. الحق اختك يا امين. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. نار. لا اله الا الله. نار جاي تكلم يا اخويا. لا اله الا الله. 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 جيت تركبه شرط شرطه. ابو هبة انت فين؟ بقالي يومين بدور عليك. في اجتماع مهم الاسبوع اللي جاي هيحدد مصيرك. ما حسيتش خير واصل يا زكية. ما بلاش خيبة بقى يا راجل واثبت شوية. الغلطة المرة دي بفورة. والقعدة يا اخويا بغورة. ولا عايزنا نستنزل وهو رجع والممرضة حامل. تعرف لو حبلها هقتلها. تقتليها كيف؟ مالنا ومالها؟ ازاي وهي الطلقة اللي حتصيبنا كلنا؟ مراسيش على بر. لا قادر اتحرك ناحية جدعون ولا قادر اتحرك وسط عيالي. خايف منهم. عطية وخلف مفيش خوف منهم، لكن الصغير اللي دماغه كلها هيبة دي عايزة تتكسر. يمكن يا اخويا يفوق من عنده. اقولك مش انا هخلع من جدعون. كفاية عليا العيال تخلف من بنات اخوي ولاد. يا لهوي، احنا هنعيده تاني يا راجل؟ من غير ما نكتم ونخلص من الممرضة هتبقى مصيبة. جدعون وحش. ما تفتكريش انه عاوز رقبة اخوي بس ويسيبني. لا، جدعون عاوز رقبة الكل. نخلص من هيبة الاول
وبعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه مع جدعون. اسمع كلامي يا حكم. خدمتي. طبعا يا هبه انت بعيد ومش حاسس. انا بقالي اسبوعين بكلمك، انت فين؟ عندك حق، انا مهزوز، حاسس اني اتغيرت. حاسب يا ابو هبه، احنا اصحاب، ما تخلينيش اقف ضدك. ما قادرش. لازم تقدر. السلاح بيتهرب لمصر من كل حته. السلاح ده احنا بعناه قبل كده، هتسيبه يغرق السوق؟ حاسس اني مش عايش، نفسي اعيش شخصيه واحده بس، زهقت من الشخصيات كلها. ابو هبه هنا، وابو هبه الصعيدي، وابو هبه تاجر السلاح، وابو هبه تاجر الاثار. ابو هبه الحقيقي فين؟ تايه ما لاقيهوش. كمل اجازتك يا ابو هبه، ومن فضلك لما اكلمك يبقى رد عليك.